اهلا بيكم، معاكم محمد مصطفى وسلسله كومتيا اي بلس 220 الف واحد و220 الف واثنين سيرتيفيكيشن جايد، السلسله اللي بنتعرف فيها على شهاده الاي بلس، ولسه بنتكلم في الريسورسز اللي انت ممكن تستخدمها وانت بتحضر لشهاده الاي بلس. اتكلمنا على في الفيديوهات اللي فاتت، اتكلمنا على الفيديوهات سواء الفيديوهات الفري او الفيديوهات اللي هي البريميوم اللي انت ممكن تشتريها او مثلا تشترك في الويب سايت مثلا بتاع ليندا او لينكد ان ليرنينج، واتكلمنا على الكتب، قلنا في كتب ممكن توصلها بشكل فري في موقع سفاري بوكس اونلاين، واتكلمنا برضو على الكتب الموجوده على موقع امازون، تمام، كتاب اللي هو بتاع مايك مايرز اللي هو الاول ان وان، والكتاب التاني اللي هو الكومبليت ستادي جايد. هكلمكم النهارده على ريسورس برضو يعني هيفيدكم كتير وانتوا بتحضروا للاي بلس. طيب الريسورس اللي هكلمكم عنه النهارده اللي هو الويكيبيديا، تمام. في منكم ممكن يكون سمع عن الويكيبيديا او ممكن تكون اول مره تسمعوا عن الويكيبيديا. الفكره الويكيبيديا ديت هي عباره عن يعني موسوعه كده على الانترنت، تمام، فري، تمام، وبيبقى فيها معلومات عن كل حاجه في كل المجالات، بس احنا هنا بنتكلم على المجال بتاعنا اللي هو مجال الاي تي، تمام. فمثلا على سبيل المثال، مثلا لو انت عايز تقرا عن اي حاجه على الويكيبيديا خاصه بالمجال الاي تي، فمثلا حاجه زي الكمبيوتر، تمام، الكمبيوتر ان جنرال يعني الكمبيوتر عموما، فاحنا هنا جوه الويكيبيديا ودوت هنا التايتل بيقول لك بيكلمك عن الكمبيوتر، وطبعا بيكلمك بقى على حاجات كتير على الكمبيوتر، كل دي يعني معلومات، ومثلا بيبقى جايب لك صور زي اللي انتم شايفينها ديت، تمام، بيكلمك على كل الحاجات ديت خاصه بالكمبيوتر. ومثلا لو نزلنا تحت كده هتلاقي برضو كل دوت عمال يكلمك على يعني حاجات كتير في اللي هو الكمبيوتر. هنا مثلا بيقول لك الهاردوير، تمام، مثلا هنا حاطط لك زي فيديو كده، لو دوست هنا على البلاي ميديا ديت هيشغل لك الفيديو دوت. هنا بيقول لك الفيديو دوت يعني بيشرح لك حاجه معينه، هو بيبقى بيتكلم عنها في الكلام هنا، وممكن تدوس هنا بلاي والحاجات ديت بتفهمك الدنيا اكتر. مثلا هنا هو بيقول لك هيستوري اوف كومبيوتنج هاردوير، تمام، هنا على الموقع دوت هو بيكلمك على الحاجات يعني ان ديتيلز، تمام. ولو نزلنا مثلا تحت هنا كده هتلاقي مثلا بيقول لك الانبوت ديفايسز، الاوتبوت ديفايسز، الكنترول يونت، كل دوت كل الحاجات دي بيكلمك على الكمبيوتر. هنا عندك اللي هو الميموري، ومثلا هنا الانبوت والاوتبوت او اللي هي الاي او، وحاجه اسمها المالتي تاسكينج، ومثلا هنا ديت مثلا صوره هنا بيقول لك هارد ديسك درايفز ار كومن ستورج ديفايسز يوزد وذ كمبيوترز، بيقول لك اللي هو الهارد ديسك درايف او اللي هو الهارد اكتر حاجه بنستخدمها في الاستورج في الكمبيوتر بتاعنا. لو جينا دوسنا هنا كليك كده ده هنا مثلا جايب لك شكل الهارد، تمام، الحاجات ديت طبعا يعني بتستفيد منها وبتتعلم. يعني مثلا لو عايزين نقفل الصوره ديت هندوس من هنا كده ونرجع للموضوع بتاعنا على الويكيبيديا، تمام. طيب مثلا لو جينا هنا في الصفحه من اولها ومثلا نزلنا هنا كده حاجه بسيطه زي احنا ملاحظين هنا في الجزء اللي هنا دوت بيقول لك هنا دي كانت اللغات اللي هي المتاحه، تمام، يعني الميزه اللي هي الويكيبيديا ديت ان كل المواضيع الموجوده عليها بتبقى موجوده بكذا لغه، تمام، مش بالانجلش بس احنا زي ما قلنا احنا عايزين نبتدي كل الشغل بتاعنا، يعني واحد بنبتدي في مجال الاي تي عايزين كل حاجه تبقى بالانجلش، تمام. لو انت حابب، بس انا مش بفضل الموضوع دوت، لو انت حابب مثلا تبص على الموضوع وتقراه مثلا بالعربي وبعد كده تبتدي تقراه بالانجلش، بس انا مش بفضل القصه ديت، عايزك تبتدي تمرن نفسك انك تقرا بالانجلش على طول. طيب في حاجه برضو يعني اوبشن جميل قوي تبع الويكيبيديا، زي ما كنت اقول لكم من شويه انا عايزكم تقروا بالانجلش، تمام، بلاش يعني تقروا بالعربي، تمام، عشان خاطر زي ما قلت لكم لو عايزين تكملوا في الاي تي لازم يبقى مستواكم في الانجليش يبقى يعني كويس جدا جدا، مش كويس بس، تمام. فالاوبشن دوت ان انت هتقدر تقرا بالانجليش والدنيا تبقى سهله. ازاي الكلام دوت؟ في حاجه تبع الويكيبيديا او فيرجن او اصدار من الويكيبيديا اسمها السيمبل انجليش ويكيبيديا، تمام.
دوت بيبقى الكلام مكتوب على يعني المواضيع بتاعت الويكيبيديا، بس مكتوبة بلغة سيمبل انجليش، يعني كلمات انجليزية مش معقدة، تمام؟ فمثلا على سبيل المثال ممكن الموضوع اللي احنا كنا بنقرا عنه من شويه اللي هو الكمبيوتر، جينا من جوجل كده كتبنا له سيمبل انجلش ويكيبيديا، هنقول له كمبيوتر وهندوس انتر. زي ما احنا ملاحظين كده هنا جاب لي في اللي هو اللينك دوت كمبيوتر على السيمبل انجلش ويكيبيديا، هندوس رايت كليك كده ونقول له اوبن لينك ان نيو تاب. طيب زي ما انتم ملاحظين كده هنا هنا بيقول لي الكمبيوتر، تمام، زي اللي كان موجود في اللي هو الويكيبيديا اللي هي النسخه الاصليه. بس يعني هتلاحظ هنا لو ابتديت تقرا، تمام، يعني لو انت مثلا جرب كده تقرا في النسخه اللي هي الاوريجينال بتاعت الويكيبيديا وبعد كده جرب اقرا هنا، تمام، او العكس، يعني هتلاقي هنا الكلام، يعني هتحس ان هو الكلام سيمبل وبسيط. مثلا هنا بيقول لك a computer is a machine that accepts data as input, process that data using programs، تمام. هتلاقي هنا بيكلمك بلغه سيمبل خالص، تمام، يعني انت حتى لو بتبتدي تتعلم انجلش، تمام، وعشان خاطر تسهل الدنيا على نفسك، فممكن تشوف اللي هي السيمبل انجلش ويكيبيديا وتشوف التوبكس اللي انت عايز تقرا عنه، تمام. يعني مش شرط حتى في الاي تي بس، يعني ممكن في اي حاجه تبتدي مثلا تدور في النسخه اللي هي السيمبل انجلش ويكيبيديا. في بعض التوبكس هتلاقيها موجوده على الويكيبيديا بس مش هتلاقي منها نسخه على اللي هو السيمبل انجلش ويكيبيديا، بس الاغلب يعني موجود على النسخه اللي هي السيمبل انجلش ديت، تمام. طيب مثلا لو انا عايز اقرا عن حاجه تانية غير الكمبيوتر، مثلا حاجه في الاي تي برضو، مثلا ممكن اقول له الرام، عايز اقرا عن الرام على السيمبل انجلش ويكيبيديا وهدوس انتر. زي ما انا ملاحظ كده هنا بيقول لي اهوت اللي هي الرام او اللي هي الراندوم اكسس ميموري على السيمبل انجلش ويكيبيديا، هندوس رايت كليك ونقول له اوبن لينك ان نيو تاب. برضه نفس الفكره، هلاقي ان الكلام مكتوب عندي باسلوب يعني بلغه بالانجلش بس بلغه بسيطه جدا، تمام. هنا بيكلمك على الرامات او اللي هو الراندوم اكسس ميموري، وبرضه هتلاقي هنا مثلا في صور، مثلا دي صوره نوع من انواع اللي هي الرامات اللي هي DDR3 اللي هي بتشتغل على اللابتوب، هندوس مثلا كليك كده جايب لك هنا شكل الرامه من قريب. تبتدي بقى يعني من خلال الحاجات ديت هتبتدي تتعلم وتعرف شكل الحاجات اللي انت بتتعلمها. ومثلا لو جيت لاحظته مثلا هنا لو رجعنا تاني للموضوع اللي هو بتاع الكمبيوتر على النسخه بتاعت الويكيبيديا النسخه اللي هي الاوريجينال، هتلاقي ان الموضوع طويل قوي، تمام، لان هو بيبقى اللغه الانجليش اللي هو كاتب بيها اللي هي اللغه الاوريجينال، فبتلاقي الدنيا يعني كتيره شويه. لكن مثلا لو جينا على اللي هو النسخه اللي هي السيمبل انجلش، فنحس ان الدنيا الكلام اقل شويه او الموضوع نفسه بيبقى بتحس ان هو اقل شويه من الموضوع اللي هو الموجود على النسخه اللي هي الاوريجينال دي. ممكن برضو بطريقه تانية، بدل مثلا ما من جوجل بتقول له مثلا سيمبل انجلش ويكيبيديا وبتكتب له مثلا الحاجه اللي انت بتدور عليها، مثلا تقول له كمبيوتر او سي بي يو او رام او الحاجه اللي انت بتدور عليها على النسخه اللي هي السيمبل انجلش ويكيبيديا، ممكن تخش على طول على الويب سايت نفسه اللي هو سيمبل دوت ويكيبيديا دوت اورج، تمام، او من جوجل تكتب له سيمبل انجلش ويكيبيديا وتيجي هنا على السيرش تكتب له الحاجه اللي انت عايز تدور عليها. مثلا ممكن نقول له عايزين ندور على مثلا السي بي يو وهنقول له سيرش. طيب هتلاقي هنا على طول دخلك على الموضوع اللي هو السنترال بروسيسنج يونت او اللي هو البروسيسور زي ما هنشوف بعد كده، وهتلاقي هنا شارح لك برضو زي ما قلنا بنسخه النسخه اللي هي الانجليش اللي هي السيمبل، تمام، او اللي هي نسخه الانجليش اللي هي الكلمات البسيطه خالص، تمام. ومثلا لو عايز تسيرش على حاجه تانية مثلا وانت جوه الويب سايت، يعني بدل ما كل شويه تخرج على جوجل وتفضل تعمل سيرش، عندك هنا اهوت في يعني احنا هنا كده على الموضوع كده اللي هو اللي احنا قدامه دوت، ومثلا هنقول له مثلا اعمل لي سيرش على اللابتوب وهنقول له سيرش، الاقي هنا جاب لي الموضوع اللي هو بتاع اللابتوب وكل دوت كلام على اللابتوب. وبرده هنا مثلا دي صوره كده لو دوسنا كليك هتلاقي جايب لك صوره هنا بيكلمك على يعني صوره بيوضح لك الدنيا، وزي ما قلت لكم يعني هتستفيدوا من
موقع الويكيبيديا يعتبر ريسورس مهم جدا، وانت بتعمل سيرش على اي حاجه في الاي بلس، او مش في الاي بلس بس، حتى في الاي تي عموما، او في حاجات كتير يعني مش في الاي تي بس. بالويكيبيديا من الريسورسز الكويسه جدا اللي بتقدر توصلك وتعرفك معلومات عن الحاجه اللي انت بتدور عنها او الحاجه اللي انت بتدور عليها يعني. طيب انا كده خلصت الفيديو بتاع النهارده، هحط لكم برضو اللينكات بتاعت الويكيبيديا والسيمبل انجليش ويكيبيديا في الديسكريبشن بتاع الفيديو دوت، وما تنسوش تعملوا اشتراك في الشانل من الزرار دوت بتاع سبسكرايب، وتفعلوا جرس النوتيفيكيشن، وبرضو تابعوني على السوشيال ميديا التانية على الفيسبوك وتويتر والانستجرام وبنترست، وحابب اشوف تفاعلكم معايا سواء هنا على اليوتيوب او على السوشيال ميديا التانية. والسلسله اللي احنا بنشرحها ديت اللي هي الاي بلس سيرتيفيكيشن جايد لسه ما خلصتش، لسه هنتكلم على مواضيع تانية خاصه بالاي بلس، واستنوني في الفيديو اللي جاي.